آلي وصحبي ومن وراء بعض إخواني الكرام، نكمل في هذه المناظرة مع أخينا محمد القحطاني. لما أنا طالبت بأن يثبت لي شيئا عن الصحابة في قضية الصفات المتنازع عليها، الصفات القبلية أو الفعلية أو المتشابه، سميها ما شئت، صار يروح يجيب لي أنه ما أنتم ما كنتم في عهد في عهدهم حتى يردوا عليكم. اسمعوا، كله هذا هون هيك قال، وهون يعني هاي مرة سجلناه المرة الماضية، بس هم الأشاعرة والجهمية والمعتزلة المحرفون في عهد الصحابة لا ردوا عليكم، لكن أهل لو كنتم الأشاعرة والجهمية والمعتزلة المحرفون في عهد الصحابة لا ردوا عليكم، لكن أهل السنة الذين كانوا موجودين قبل أن يولد الأشعري، ثم بعد أن ولد، ثم بعد أن كان معتزليا 40 سنة، ثم بعد أن تاب في آخر سنتين من عمره، أهل السنة ردوا عليكم. انا بقول له عن الصحابه، بيقول الاشعري تاب وما تاب. مش بنت من الاشعري انا، مش بنت من اهل السنه واهل البدعه، انا عم بحكي معك عن الصحابه. بيقول لك ما كنتوا، لو كنتوا كانوا ردوا عليكم. هو نفس الشيء، تمام، فإذا كان الخالق الموجود، هذا شيء ثاني. طيب شوف هون، المهم انتوا بس ركزوا معنا. هو بده الوهابي اي شيء يضيعك عن الشيء اللي حصرته فيه. هات عن الصحابه، سواء في الـ في الـ في الـ في الـ في مسائل هذه، مسائل الصفات او في مسائل القبول، يقول لك هذا عصاب. انت وقت اللي طالبك انه عصاب، قول له ما الصحابه ما تكلموا في هذا، قضيه الصفات خلينا هلا فيها، ما تكلموا فيها، هذا انا دعواي. انت تقول تكلموا، هات شوف 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 شوف، يعني هذول الوهابي يتكلمون ما يعرفوا ايش بيخرج من راسهم. بيقول لك هات لشوف عن الصحابه انه استولى، ليش انا عم بقول لك انه هذا قاله الصحابه، هات عن الصحابه انا الكلام كلام نفسي، انا ليش عم بقول لك هذا عن الصحابه، ليش ثبت؟ انا بقول لك ثبت عن الصحابه، بقول لي هات الاسانيد، انا ما بقول لك، عم بقول لك هذه مسائل كلها تكل ما فيها لاحقا بعد انصرام عهد الصحابه. بعد ما دخل علم الكلام ودخلوا الأعاجم ودخلوا كذا، أصلا علم الكلام يعني للرد على المبتدع، يعني هو هذا عم يدين نفسه الآن. ما كنتم أنتم، لو كنتم أنتم أيها المبتدعة في عهد الصحابة لردوا عليكم. إذن يعني لا استخدموا علم الكلام، لأنه علم الكلام هذا معنى إثبات العقائد الدينية بالأدلة، الأدلة العقلية والنقلية، والرد على المبتدع، وإثبات كلام السلف، إثبات عقيد السلف أو إثبات العقائد التي كان عليها الصحابة والصدر الأول وكذا. هذا هو معنى، هذا هو تعريف علم الكلام عند أبو خلدون كما ذكره في مقدمتي. فإنه كأنك أنت عم تجيب لنا الحجة إنه إيه الصحابة ما استخدموا علم الكلام لأنه ما كان في مبتدع. طيب لما جاء المبتدع نحن سنرد عليكم، بترد عليه بإيش؟ بكلام الصحابة؟ تقول ما تكلموا أصلا في هذا؟ اسمعوا هلا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن عندهم مبتدع. أنا هون عم بقول له كيف ردوا علينا أهل السنة بكلام الصحابة؟ اسمعوا، أهل السنة ردوا علينا بإيش؟ بروايات عن الصحابة؟ أنت ما عم تتصور أنت مذهبك كيف قائم؟ قائم أنه كل ما لم يقله أهل بدر فليس من الدين. ما كان يومئذ دينا في عهد الصحابة فهو اليوم يوم دين، وما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم هو دين، ولا يصلح، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صعد أولها. أنت عم تنسى القواعد؟ وين أهل السنة وأهل البدعة؟ نحن نريد الصحابة. الصحابة ماذا قالوا في هذه؟ هل فسروها؟ إذا فسروها أعطيني لأشوف، بس هذا صحيح صريح. ما فسروها خلاص، احنا انت تقول مثل قولنا انه نعم ما تكلموا في هذه الصحابه، انت تقول لي ما فيها فيما بعد واختلف فيها على 1000 قول، ما في شيء متفق عليه، ليش انتم متفقين على معنى لهذه الايه من الاستواء؟ استواء نفسه انت متفق. فالمهم انا مثل مره مثل يعني ما بدي اعيد اللي سجلته في القسم الاول التسجيل قبل هذا، انه بينت له انه انتم اصلا مختلفون في معنى الاستواء، اللي ياتي بمعنى الجلوس ولا ياتي بمعنى الاستقرار. مثلا ابو بكر ابو زيد والالباني لا ينفي الجلوس، بكر ابو زيد والالباني ينفي ان يكون بمعنى الاستقرار، والالباني وحتى دمشقي ينفي انه ياتي بمعنى الجلوس، يقول لك لا بمعنى العلو. طيب العلو ايش؟ علو مادي ومكاني ولا جهه ولا مكانه ورفعه؟ هذه كلها ما عم تثبت. يعني حتى قضية العلو، ايش العلو؟ علو مكان؟ الألباني بيقول لك لا،
يقول لك لا، لو اثبتتم الاستواء بمعنى العلو وجردتم الله عن المكان او جردتموه عن المكان، ايه لا هذا وافقناكم عليه. وهذا الشيء انا نقلته كذا. اذا حتى لما بتجي لتفسر العلو بانه علو مكان او مكان، عم تختلفوا انتم فيما بعضكم. لانه دمشقي مثلا لا بيقول لك في يثبت المكان، الألباني لا ينفي، الشيء اسمه هذا الثاني هذا وليد السعيدان بيقول لك هو ليس في مكان محيط، هذا الثاني هذا عثمان خميس بيقول لك ليس في مكان مخلوق، ولا محيط ومخلوق وعدمي بقى وجهة عدمية. يا شوف الوهابية هذول اللي كتير متحمسين لقضية المكان. أنت المكان تعرف إيش يقول إليك؟ إذا قلت بالمكان يقول إليك، تقول إلى أحد أمرين: أن المكان إما هو شيء مخلوق والله داخله، حل الله في المخلوق، وهذا أنت تقول هذا كفر وحلول، ولذلك أولت أمنتم من في السماء، أو تقول أن لا المكان غير مخلوق، وبالتالي يكون شيء غير مخلوق أزلي مع الله، لأنه أنت تقول لا يتصور وجود الله بدون مكان. إذا سيقول كلامك إلى أن الله إما في مكان في شيء مخلوق وهو المكان، أو لا هو ليس مخلوق، الله لم يخلقه، هو موجود معه أزلا. فهذا هذا هذا لسه القول أخبث وأشد شناعة من قولك بأن المكان مخلوق والله داخله. يعني إذا قلت الله خلق المكان ودخل وحله ودخله، لسه أهون ما تقول الله لا في مكان لا لم يخلقه الله. هناك عم تثبت ند مع الله شيء لم يخلقه الله أصلا، وهذا يضاد قوله تعالى الله خالق كل شيء. يعني لو قلت بالأول أن الله خلق المكان فصحيح قول شنيع وحلول وكذا، خلق المكان ثم حله ودخل فيه، طيب سأهون، لأنه هذاك بتعمل له تخريجي، أنه مثل ما قال عثمان الدارمي أن الله لو شاء لاستقر على جناح بعوضة، خلق البعوضة واستقر على جناحها، ممكن هذا عندك إيه؟ خلق المكان واستقر فيه. بالنتيجة البعوضة وجناحها مخلوقة لله، لكن لما تقول لا هو في مكان ليس مخلوقا، يعني قديم مع الله أزلي. وخذ بالك، خلي بالك أولي إخوان المصريين، هذا القديم الأزلي هذا الله مفتقر له، لأن أنت عم بتقول إذا ما إذا ليس في مكان، أعوذ بالله، إذا أنت تعبد عدما. إذا المكان المكان لا يتصور وجود الله بدون هذا المكان. إذا الله في أشد الافتقار إلى الله، والعياذ بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، في أشد الافتقار، معبودك في أشد الافتقار إلى المكان، لأنه لا يتصور وجوده بدونه. مثل ما تقول نحن مفتقرون لله، لا يتصور وجودنا بدون وجود الله، لولا الله لما خلقنا. هذا كلام صحيح، لكن تعال أقول لا يتصور وجود الله إلا في جهة أو مكان. يعني الله مفتقر لهذه الجهة والمكان. طبعا الوهابية اللي بيجذبوها بينك هذه سفسطة، وهذا علم كلام، وهذا شيء مذموم. إذا لا تتكلم في هذا، قل أنا ما أتكلم في هذا، لا أتكلم في الجهة ولا في المكان، قل استوى على العرش وانتهى الموضوع. بدك تتكلم يلا نشوفك، عرفتم؟ سيقول به الكلام إما إلى أن المكان أو الجهة أو الحي، سميها ما شئت، شيء مخلوق والله حل فيه، أو حتى لو تقول أنه لا ليس لم يحل فيه، إيه يعني هلأ هو مجرد تقول منسوب إلى مكان محيط ولا غير محيط، فوق هذا المكان أو يعني مجرد ما تربط وجود الله بالمكان سواء كان محيطا به أم لا، جعلت الله سبحانه وتعالى مفتقر لوجود لهذا الشيء. فإذا إما المكان مخلوق والله حل فيه سيقول كلامك، أو أن المكان شيء قديم، شيء لم يخلقه الله وقديم مع الله، وهو بحاجة، الله بحاجة إليه، لأنه أنت تقول ما ليس فوق ولا تحت ولا في جهة هذا معدوم، هذا عدم إجباري، لازم يكون إذا الله موجود لازم يكون في جهة أو في مكان أو في حيز. إذن كيف عم بتقول الله غني لك، غني عن العرش؟ لا، وصار في أشد الافتقار إليه، لأنه لولا هذا المكان بغض النظر إيش هو، العرش ولا غيره،
لا لكان الله معدوما والعياذ بالله. سيقول إذن كلامك إلى أن المكان مخلوق والله بحاجة يحل فيه، بغض النظر بفضل أنه بحاجة إليه، أو أن المكان شيء أزلي ليس مخلوقا لكن شيء أزلي. إذن إما الله حال في المكان، أو حال في مكان مخلوق، أو المكان شيء أزلي لم يخلقه الله. عرفت؟ وكلا الأمرين أسوأ من بعض. وإن كان لما تقول المكان شيء أزلي لسه هذا أسوأ من إنه شيء أزلي لم يخلقه الله. أو تقول إنه والله إنه لا، هو المكان يعني شيء اعتباري عدمي مثل ما بيقولوا. يعني هل هو موجود أم لا؟ إذا موجود كيف عم تقول عدم؟ وإذا معدوم، إذا اتفقنا على أن الله ليس في جهة. أنت عم تقول هذا الشيء، الجهة شيء عدمي، المكان شيء عدمي، الحيز شيء عدمي. طيب اسمعوا اسمعوا الأغاني الأخ شو بيقول. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن عندهم مبتدئة، لم يكن علم الكلام طاغيا على كلام الله وكلام رسوله، وإلا لردوا، فإن ذلك من واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيوة، يعني علم الكلام واجب نرد به على المبتدعة. طيب الصحابة ما ردوا، إيه؟ لأنه ما كان في مبتدعة، عرفتم؟ طيب هذا سنعتبر أنه جزء في الكلام عن المكان، يعني ونؤجل تكملة التسجيل، نؤجل ما تبقى للتسجيلات القادمة. الحمد لله رب العالمين.